كروناكس كسره وذا برامج كرن حقات دور ذا إكسوك دنو وربحنا ذا عالم كا يدقل كستا كوري وقارك بدا حقا عالم كود اقوم يمسن ايكو بان اي ندي سو قد بدو نو برايكا كي فراسيسك او كودو واقاي قرشي اللي قد برقوين ايو قد هان فلسطينين تا او من كا كون نقضي قد هان دوني دا ايو مدحونا دالك توركي اردوغان اردر بحاكو لولي كود نفتي ونا جواب عليي ايو كو باقاي انلاسي اسرائيل فرصد اي كو ريري كرتو وادا كستا او اسلاما اي كو سوغي هين كو حايسك عابنتا فلسطينين تا فالقياش او شاقي انكو عايز كعبت فلسطين اي جبيان تعايدها اي اسرائيل اي دولد اي كفا فين اي سي يهوير اي سي داي انكو عايز كعبت او بين اي سي لمان هادا لدا اي راقل بادك يو معلومات كلا او ديار قروبا تلاداد اغلق عادة مريكا اي عسبون اي سي انو كسور جيدو ان لسمي يحبت جوجين اغلق عادة مريكا اي استو كلا كنا واقعي او خطيقان اي كرقال بن آدن ما ان لقال سين كارين مريكا غزة مرايكا ايه اتحقلي يحبا تشوكيكا ستا او غزة اللو قد نواقو اني فايدو او يالان دون تحماس يدو بدحونا دلقة توركا اردوغان او شاقي ان كوا قودسان ايه احدا ايه راق الباتكا ايه او قامين ايه او قل امان كا قرب مدو مدو با ان رجال لقا قبن اني حاليان ايه بادتا ايه سوح مانا ايه امريكا غزة يدو في العلب اللارن ايه كدا تاي ديد مدو ايه مرايكا كا ايه لان سمي يحبا تشوكين هادالدان ايه قد نواقي مرايكا يدو بدحونا مرايكا جو بايدن او تلمامي إن غرغار أسا سيدك ديك أويمان كرين غزة هالكاس أو إسرائيل إخوة دادو قيمة دا جوك تدعا مالتي سقالي تمناد أو حريرا تاسو كنتي إن كومان نانقف إخوة دنتان لعاك المدحونا إي فلسطينين تا محمد عباس إيقو باقي قف كستو أو دوني دا إنو كشقي يسيدي سيدك ديك لوغو جو جل لها كردارة دا كردن كا فلسطين يسيدو كلا إن لسيو إلالين عالمي إنتي لوغو دا جريكولون لياش مدحونا فرسيس كمكران مدحونا فلسطينيين عباس ايه سيدو كلا ديدي وحكاستا وحالو قد المامو وان غيب كاهين انيها شو مريك غزة امن يدماند قاد سو كنو حنو صدي ان لوهو قانسمو حالك السياسة داد ايه ما يستران عباس وحا سيدو كلا اساعدو شاقي انو ديدي براك عينتا فلسطينيين تا هدي ايه هان لهايد غزة اما دانتا قلبيد سيقو حسي مدحونا فلسطينيين تا ان ازرايل ايه دورتي حل ملتري ويكفو قاتي حالك الدبلوماسي داد يدو ويقسا حال بدلي انكيس مدحونا فرانسيسكو امال المكرون ايه تلادة دي شاقي المستقبل كفلسطين اكو حرين ياي وحاو قوية ريد دقال انك اللي لاح اللهين او كدانا ارقيق حيسادا انتي لوقو دي شري بوغشة اسرائيل تلادة دي مدحونا فرانسيسكو ايه سدوك لكو باقي ان لبلاليو بحادة اسبهايسك عالمي قا سفرصد لوسي يو اسرائيل او يكو برت المامي سطور ما وضمد اسلام كا يو ملاقي كو سوقيهين وحاسك عابد ايه فلسطين سيد عراق إيا سوريا سيدو شاكي مكرون سي ايكو بيران عيد مدى كميسيكا إلا بلاري يدقالك كسعودة قزة إساو عرب كاتكي إلا مهوران أي تاي لا دقالان كحماس أو كنت المامي كوان حرس آنلهين هادا لدن إيحدا إي ود بضح راق البيت كوه قامني إن فرانسيسك إي مرايكا كي إيمانيا يدو سيدو كلا إي هرتاكي إيهن لبضا دالي قرشياش قلع مانكي غربد بدوبي أو دور شرسوچي دي سيحا لوغو هلو حبت جوچين سي غرقان لو غارسيو مريكا غزة مدحونا دالك توركا اردوغان اي سي عدالي او عمباريي قرشياش ود مدار هيك البادك اي كوادان قول امانك قرمدو مدوبة اردوغان اي تالادة الشاقي ان قول امانك قرمدو مدوبة او سيوح ميي لباتاد مريكا غزة صابتو دور كودة اي احدا وداوع وقوحون ايقو قيستين سمعاد قرمدو مدوبة مركل ايقو قول امانك قرمدو مدوبة مدحونا دالك توركي اي انتا قدري بيان وصوص على إنس صورة كالعين إنها يدهن إي دريمي كران ولا عائير شحمدا إي بن آدن نمو أما أود أوليهين إن حقيقيان نبدا يحسلون لدا إي قدهان عالمك أردوغا أنسيها اللي يأييري هايدا قرمدا مدوبة كران هايدا قرمدا مدوبة أقابل سنجرقاركا يشقد قحونتك سيدا مدى فلسطين وحينا نقضان كو آنشقين سابتو كلا أمانك قرمدا مدوبة لفتيسا مدعونا دالك تركيا إيا شاقي إن كوة تاقير إياه حسوق عرورت إي غزة يقودها فلسطينيين تأيسن سورتا قل أهين إنه قاميان مسير كميت كميدة هايدا إقوم همسن إي دولي دا يقو سيدوك لكوهر تقيا سو تشيدين دا كإيمان إياه ودما دا حورتا يدو فرسيسك يسيدوك المريكا كسي استبجوغ إودي ديهين طور قرشي أو روشك وسو تشيدي للعاك لتالات دي حقيا قودة قربنا المدوبة انتوني يكو تارس حكوبة غيحبتو جبل آدنمو والله قسم يا مريكا غزة
وعلى شيء إن ورد إسك عبد فلسطين أنت أيضا عدودار رهين تلك بلادن إسرائيل إك جيسون السقزة هل كوزير كان مهد بدع فلسطين أنت رياض ملكي وسيدوك لا تعقلي كل أمانك إنه كل ضر يستي بدبادة إدتك غزة تاسو أعمدا العفي كرين حلو كل أمانك قرب دم دوب كل دك دك أوجي شيء أو لقاه اللي حرد بركة ده يا رد فلسطين كد مرك أي شيء كردن إسكور ما ديا أو ده حيا مملكة يهود يسدوا كل كحاس كعبنتا يحسد لقى عبسي قبو إن قبل أي كوب هذا كتيرس يسدوا كل شيء وحمي ما إلا أوجاد إن ورد حماس أي سنسكدعن ورد سنة أي سنصاب نقولين إن إسرائيل قيل أي كوسما يسدوا دلال بلارن جود هان قزة سدوا شيء حقيقة جود قرمدة بدو يدو لقى يدولان كحوجن إسرائيل أي كويس مبارك غزة كاسو كتجي كمانان قف أود مشاع يدعوا يؤدير جروج إعد مدى جميس جاء إسرائيل إن ورد نور كأي قادان وعند غضون تامت يقدر نيد إعد بعتدى بين آد النمدا إلى عقل متك مدى الهي استياش إيسيد دايان أورك حماس إيس كعبين فلسطين إيا بين إيسي شوك شوي كمد مدى راق البهتك كعا إيس كعبين فلسطين إنتا يدو كورا ميس سيدا أولا نقمان ياش بعد لفشيس وكعا إيس كعبين فلسطين إنتي أحماس إيسيد دايان وكمد هاي المحابيس إيهيان إيا هذا الله لياب يا مكا كون قضي حفيز كريس وزارة يهود كون واقضي يدو أي تلبان تي داوين تي يدو غنك ونانكسن إيه كهشي تاس الله أركي هيرك السياسة داد مدى وعيسى سمعد يهود يسودو كلا تعايدا إرق البادك هولي داني إداء دا أولو لات إسرائيل ليفشيس وسيديدن يوشان سنجيرا كان سوچيدا تيغان كبير ليدا نروس إيا لقبتي يدو يساحيب كيد مالتي قوريسي إيا دولان كميلتاريغا إيا دوفان تأقصا معنى يكونو واقعين كحاس كعبين فلسطين انت إن لوسي دايي سبب بنا آدن نمو حسي يشي هولي داني إداء دا ee qofkasta uga yaabisay shir jiraayd oo ku qabatay magaalada Tel Aviv iyadoo tiray waxay noola dhaqmeen si naxariis leh oo daryeel leh waxayna siiyeen cunto iyo daawo waxayna keenayeen dhakhaatiir oo baaritaan lagu sameeyay kadib shirka jiraayd ee qabatay Lifshitz iyadoo ay la joogan xubnaha qoyskeeda tafaasiish ay baahiyeen warbaahinta caalamiga ah ee ka tustay dhaqanka wanaagsan ee ku caayiska caabinta oo ay soo bandhigtay sheekadeeda ku saabsan inta gacanta ugu jirta iyo buuq iyo waxan ka dhalisay qaybaha kala duwan ee Israa'il ee deymo oo la iswadaarsaday sida ay sheegtay mareegta wararka Israa'il ee yadood arnood ka dibyanka ay soo saartay haweenada ay sidayeen ku xaaska caabinta Falastiin shirkada jiraayid ee ku qabatay Tel Aviv way duubeen kamerada Israa'il iyo kuwa ajnabiga warbaahinta Israa'il waxay dhaleeceen xoogan u jeedisay maamulka Israa'il ee hoggaaminaya Netanyahu qaabka u maareynayo faylka maxaabiista iyo dadka lala yahay waxaana jira xirfadlayaal iyo saxafiyiin Israa'il oo bogaadiyay doorka Hamas iyo sida ay maareeyeen arrimaha maxaabiista iyaga u guntaday sida ay u sii deyn lahaayeen qaar ka mid ah maxaabiista sabab bini'aadamnimo sida darteed ururka Hamas waxay heleen sumcad iyo sidoo kale dareen warbaahineed warbaahinta Israa'il ayaa si wada jir ah isugu raacay hadalladani ay sheegtay haweenaydani Lifshitz waxay gacan ka geysatay sheekada Falastiiniinta ee ku saabsan faylka maxaabiista ugu yaraan iyo in la weeqo sheekada Israa'il oo dhan ee dunida wargeyska Haraad oo ka mid ah kuwa madax bannaan ee Israa'il ayaa sheegay hadallada Lifshitz ee ku saabsan sida bini'aadamnimada leh ee ula dhaqmeen afduubayaasha Hamas waxay waxyeelo u geysatay propagandada ee Israa'il iyadoo sidoo kale warbaahinta Israa'il ay sheegeen in xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il uu xitaa isku dayay in la ka hortago hadalladani ee haweenada Lifshitz dayay Lifshitz si dunida aysan u gaarin hadalladeeda kadib marka ay shaaca ka qaatay dhaqanada wanaagsan iyo sida loola dhaqmay dadka ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha Yuhuuda sidoo sheegay wargeyska Haraad iyo ku andacoonaya inaysan ka warqabin ujeedada Lifshitz shirka jiraayid ee qabatay iyadoo sidoo kale saraakiisha Israa'il ay ku dacwoodeen in loo gudbiyay waxa haweenadani ay sheegtay xubnaha qoyska Lifshitz iyo beeniyay sheekashada Israa'il xubnaha qoyska ee Lifshitz iyo beeniyay sheekashada Israa'il ee ah in lagu amray in sidaas ay tiraahdo